الله يسعد لي اوقاتكم، تعبين، يعطيكم الصحة والعافية حبايب قلبي. اليوم طبقنا والله البامية باللحمة، بامية على طريقة الشامية. اليوم بدي اطبخ لكم البامية على طريقة الشامية. قدامها رز، طبعا انا جبت البامية غسلتها ومقمعتها، قدامها كزبرة وتوم، ملح وفلفل، طبعا صلصة البندورة شي 4 معالق، ودبس رمان بنحط الله معلقتين اخر شي. طبعا انا هون عم اقلي البامية بالزيت، بدنا نساويها تقريبا لون القمع لونه ذهبي، ومن القمقون عشان ما تعطي مرار معنا البامية. نحن شلون بهالطريقة بنساوي البامية؟ في ناس ما بيقلوا البامية، بيطبخوها بدون تقلاية، لا هي اطيب، والبامية ما بتغيب زيت اصلا، شايفين شلون؟ هذا اللون اللي بدي اياه بالبامية. البامية ما بتغيب زيت، مو مثل الباذنجان. بهالطريقة شايفين شلون؟ هذا اللون اللي بدنا اياه. البامية وقت تتقلى بالطبخ طيب وطيبة ولذيذة زكية، لا يعني طعمها كتير طيبة بالقلي. وبتدروا ما تقلوها، بتحمصوها تحميص مع اللحمة الناعمة. طبعا انا سالقه لحمه سلق بالعظم، بتقدروا تحطوا لها لحمه ناعمه كمان. هلا قدامها بدي احمص الشعيريه، بدي اطبخ رز بشعيريه، بالبقله رز بشعيريه او بلغور، يعني قدامها بشعيريه كمان بيمشي الحال، يعني بالبقله الارزاز. انا عم فلفل قدر كاسه كبيره شعيريه وكاستين رز ناعته شي نص ساعة. بهالطريقة أنا الشعيرية بحمصها مع الرز كمان. هلا بس يصير الشعيرية لونها ذهبي بحط الرزات كمان بحمصهم شوي كمان. هذا اللون اللي بدنا اياه، شايفين اللون الذهبي. ما تغمقوها، بتعطي مرار للشعيرية اذا غمقتوها، خلوها فاتحة احلى لون الذهبي. وهلا بحمص الرز مع الشعيرية كمان. انا نعى كاستين رز كاسة كبيرة شعيرية، بحمصهم مع بعض كمان شوي، بعدين بحط لهم المي. هلا بحط الملح والفلفل، معلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل. طبعا انتو بزبطوها يعني قبل ما تحطوا لها المي، زبطوا الملح، لانه في ناس الملح حسب الرغبة، في ناس بيحبوها مالحة، في ناس قلي ملحة، حاب بيرجع حسب الرغبة. وهلا بحط لها قدر 3 كاسات مي، بدها 3 كاسات مي، حطيت لها مي سخنة 3 كاسات. وهلا بتركب مكشف طبعا لا تغب المي، شايفين. هلا نوص الغاز وغطيها. انا عندي اللحمة هون سالقتها، هلا بحط لها كمان اللحمة مي سخنة، يعني قدر شي 5 كاسات، هذا ذوق لتر مي تقريبا، 4 5 معالق صوص، لانه دبس البندورة مريء، يعني بده 2 أو 4 معالق كبار دبس بندورة. طبعا هلا كمان المي قليلة، هلا بدي زيدها مي، تقريبا قدر لتر مي، يعني 4 كاسات كبار مي. انا حطيت كاستين، بدي احط فوقهم كمان كاستين تانيات. وبحط الملح والفلفل. انا ما بحب احط مرقة اللحمة، بتطلع دسمة زيادة، طبعا نحنا قالين البامية ومرقة اللحمة بتطلع دسمة، ما بحب احط مرقة اللحمة. انا وقت بسلق اللحمة بقيم المرقة، بحطها ما بحطها بقلبها عشان ما تطلع دسمة معنا، شايفين البامية ما احلاها.
قدر كيلو بامية أنا عندي اشتريته قليته. طبعا هاي اختياري، بتحبوا تقلوه ما بتحبوا تقلوه، بتحمصوه بشوية سمنة ولحمة وتحطوا البامية بتصير. الرز عم يتهدى معي، ولهلا الصوص طبعا غلى معي مع اللحمة. هلا بسقط البامية، شغلت 10 دقايق مو اكتر، بدها البامية انه مستوية معنا قالينا نحنا. وبحركة أكلة البامية طيبة طبعا لذيذة. بهالطريقة الشوام بيطبخوها. الرز تهدى وصار جاهز معنا، شايفين شلون كل حبة بحبتها ما شاء الله عليها. أنا طبعا بحط لها معلقة كبيرة سمنة وقدر معلقتين زيت، تطلع معي فلفلة فلفلة. سوت تقريبا البامية معي 10 دقايق بكفيها. حطيت لها معلقتين دبس رمان، هاي حسب الرغبة يعني، دبس الرمان شوان بحب يحطوها، بتعطيها نكهة طيبة الرمان. وأنا راح أقلي طشة البامية، بحط التوم، معلقة صغيرة سمنة وشوية التوم بقليهم مع الكزبرة، بحطها فوق البامية. حكيتهم كلهم التومات طيبة، البامية طبعا طيب، البامية بالتوم، حطيت التوم كلهم يعني، هذا راس توم عندي دقته. طحمس شيء انه التوم طبعا نحمصه، شايفين هلا حطيت الكزبرة، بقلي التوم مع الكزبرة بتطلع روايح ما احلاها تعشموها. هي عم تتقلى التوم مع الكزبرة كتير كتير طيب. ونحن شو ما بنحب نحط لها الكزبرة الخضراء، في ناس ما بيحب يحطوا لها كزبرة، بيحطوا لها الكزبرة الحب، بودرة الكزبرة الحب يمشي الحال، بس بالكزبرة الخضراء بتعطيها نكهة اطيب. احنا شوام بنحب نحط الكزبرة بالقلب، البامية طيبة بتطلع طيبة وبتعطيها نكهة طيبة. ما شاء الله تبارك الله، تعشم من الروائح ما شاء الله عليها. كطيت التحميصة التوم والكزبرة فوق البامية، البامية صارت جاهزة عندي، راح اطفي الغاز واسكبها، صارت جاهزة. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك والاشتراك ودعم القناة، الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. شايفين منظر البامي وأحلاها، وهلا عم بسكب الرز، شايفة كل حبة بحبة الرز ما أحلاه ما شاء الله عليه. طبق البامي بالبقلة كتير الرز بتتاكل بالعيش بالخبز. وهي عصفوري الكتكوت الحلو معي بالمطبخ، بوقف على راسي بوقف على ايدي بيلعب لي بحلقاتي، بضحك هالعصفور. ما انا بحط له اكل ومي بيترك، ما بيحب يقعد بالقفص، بده يترك ياخد راحته. شايفين احلاهم قدام الفليفلة والبصل، وهي الرز ما شاء الله عليه. اكلة البامي اكلة طيبة ولذيذة، شوفوا وين واقف فوق الوردات ما احلى حبيب قلبي هذا. ما شاء الله تبارك الله، أحلى طبق بامي، شايفين شي بشحي. جربوه بهالطريقة ما بتندموا، أكلة طيبة ولذيذة كتير وسهلة. هي طريقة الشامية على أصولها. ما شاء الله تبارك الله، وبالعافية بالعافية علينا وعليكم حبايب قلبي.